أعزائي المشاهدين، أهلا فيكم في هذه الحلقة من برنامجكم الدهليز. احنا الآن في مملكة البحرين الشقيقة مع العم عبد القادر أحمد محمد زري أبو أحمد في محلة هني بالقضيبية. ها القضيبية. اي نعم. إن شاء الله راح نكمل عن الحلقة السابقة عن الأثواب. نسمع احنا بالأثواب ما شاء الله، المخوص، النثر، راح يشرح لنا ثوب ثوب. حياك الله يا عم ابو احمد. الله يحييك. الله يبارك فيك. نبيك تقول لنا عن هالثوب هذا. شنو هذا؟ هذه مو بنشل، هذه مفرخ. مفرخ. مفرخ لان شجره كبيره. كل ما كبرت هذه يسمونها مفرخ. على هذولا؟ ايه. تشجر هذا؟ ايه. واللي اصغر. وهذه دار مدار الرقبه شو يسمونها؟ هذه كورار. كورار؟ هذه اللي في الوسط كورار. ايه. زري كلها زري. وهذه اللي هني دار ما دار بروج. دروج. بروج. 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 إيه. شفت البروج اللي خلونا فوق البنايات الأول؟ إيه صح. إيه هاي يسمونه بروج. إيه. وهذه الدلعة يسمونها. هاي الدلعة. إيه. نعم. هاي الدلعة. والكم طبعاً واحد من الكم لتحت واحد. إيه نعم. عرض واحد. هاي الكم. الشام وهم نقشته يسمونها إيه نفس هذه لازم نفس الشيء. إيه؟ نفس اليب والشموم يصير نفس الشيء. إيه؟ يعني يلبسون كلهم مع بعض بس الطول يسوي على قياسه. إيه القياس عشان ذي واحدة قصيرة نسوي أقصر واللي طويلة بس. إيه؟ أنا من أشوف طولها أعرف. وهاي الأبط يسمونها أبط. إيه؟ هذه الأبط. ايه نفسي. طبعا من داخل ناعم. اي هذا إيه؟ ما في بطانه كله خالي. انتم لكم طريقه، الحريم لهم طريقه، اذا لبسته تلفه فوق راسها. اي هاي كان اقول لك لا. انا اخليه عشان كذي وسيع. اي لا انا اخليه له لان زود هني ورا. حق لين لا حطته فوق راسه. يصير طول قدامه. يسمونها هذه الحطه على الراس؟ هاي يسمونها تبعه. الشبعة. إيه؟ يقول تتشبع بعباتها. إيه؟ تطلع. إيه الشبعة عدل. إيه ما شاء الله. شنو بعد اكو؟ بعد هذه غير عن براوتي. هذه الحين شغل يد. إيه هذا شغل يد. إيه شوف الحين هذه. حلو والله. إيه؟ هذا شو يسمونه؟ هذه منبط. منبط. إيه هاي ما في مبنش. إيه؟ منبط شوف. والله حلو ما شاء الله. هذه شغل يد غير يطلع. شغل يد طبعا يصير دبلات. اي لا غير طلعت الزري يطلع غير. ايه يعني كم يسوى شغل يد؟ هذه الحين هذه يطلع الحين مثل هذه يطلع ب 2500. ما شاء الله. ايه 2500 دينار. ايه يعني تقريبا 2000 كويتي. لا 2000 ايه. ايه 2100 كذي. ايه. ايه ما شاء الله. هذه. وعليهم يطلبونهم. اي يطلبونهم. انت ما تسوي وتخلي الا على الطلب. لا اسوي يمكن ساعتي يبون بسرعه اقول لهم. ما يصير مسايلي. وتعرف انت اي هو المرغوب طبعا. اي اقول لهم اي اللي تبون عندي. لكن يعني اسوي شوف هذه كلها اشياء قديمه، الورود قديمه مو مال الحين. ما يسوون. بعدين هذه ما شاء الله والله كأنه ذهب. ايه شوف هذه بخنك. بخنك يا حلوة والله. يا زينهم البنات بالبخانك. لأي عمر يلبسون البخانك؟ لا الحين ليت تقريبا 15 10 سنين. ايه شوف يلبسون البخنك عقب ما يخفرونها. ايه ها بعد ماكو طلعة. لا يا حلوة ما يلعبون يناقزون. شوف والله حلو. هاي البخنك. الله هذا عاد يسمونه قبقب تراشي. ايه مثل القبقب مال الذهب. الذهب هذه شوف. ايه خل نفره عشان يبين واضح كذي. عاد انا غير العرض بيدك انت غير كذي. خليه يقابل ما شاء الله لا اله الا الله. لا خلي شوف هنا الكاميرا هناك. هذا البخنق. طبعا اكو بخانق عاديه مو كذي. ايه ها ايه بس ايه هني هني هذا. ايه هذا ايه بعضهم فيه هلال. هلال هذه هلال ورا. اي بدل هذه. إيه؟ هاي قبقب تراشي يسمونه. اول ما ينقط من واحده لواحده. إيه؟ ها
بينها وبين خواتها. إيه بين كبرتها. إيه. حق خواتها. الحين أكو بنا بخانق جاهزة ورخيصة مو. إيه في في. إيه. بس أنا ما أسوي رخيص ما يسوى. هذا حق المناسبات. إيه حق المناسبات إيه. يأخذون. قرقعون ولا. الحين هذه الحين خدت واحدة بألف ومئتين. هذا. البخنق. إيه. أنا سويت واحد غيره. إيه ما شاء الله. ما يطول طبعاً ولا. البخنق أقل من العبات أقل من الثوب. هي لا هذه البخنق لا هذه إيه أقل هي أخذ له شهر واحد. إيه. هذه البخنق شهر إيه. واحد سوى. وثوب الحريم العادي هذا اللي تقعد حتى بالبيت تلبسه. إيه هذه كورال يسمونها. كورال. إيه. كورال. بس هني هذه هني إيه. يسوون هذه بس. بس. إيه خفيفة. خفيفة يحطون فيه هني خيط عادي شوف أي لون. إيه. مقطع فيه يسوي سديق ضيق. هذه الكورال. كورال. إيه بس. هذا عند أكثر الحريم. إيه وبعضهم يحطون هاي فيه. متى تلبسه المرة ثوب الكورال؟ كورال في البيت. لا إذا صارت مرة عودة. إحنا إيه؟ أول ما نشوف الحريم الكبار. لا إيه عودة عودة. إيه لازم عودة. عودة. الصغار ما يلبسون. لا لا. بعضهم يحطون فيه هذه حق إذا واحدة يعني نص ونص. إيه. مو بعودة كلش. تكشخ أكثر. يحطون لهذه. إيه. والكورال. والخيوط اللي تخيط فيها تثبت هذولا إيه؟ عم خاصة زري إيه؟ لا هذاك خيط خيط بريسم إيه بس ما يبين لا يبين شوي منقط يعني في نقشة إيه؟ هني بين هذه في وسط هذه نسوي نقشة صغيرة يبين فيه أشوف لون الخلق نخلي فيها إيه؟ نسمع بالنقدة شنو النقدة نقدة 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 هذاك خوص باليد يسوونه باليد ما حد النقدة اللي هي ايه باليد يعني يشتغل باليد ايه شو يسمونها اول باليد يقولون لا هاي النقدة شل شل ولا ما ادري شو يسمونها لها اسم لا لا هاي النقدة بس نقدة معروفة بالابرة بالابرة برتة خاصة ايه يسوون فيها عاد اللي فنيين فيها بسرعة يلقط إيه عاد بعضهم يقعدون النسوان اللي عندهم هالشغلة اللي يعرفون يقعدون ثنتين ثلاث جميع إيه؟ الشغلة الحين أنت خلصت هذا سويته إيه؟ لازم يعني أول ما ركبت زري لازم تدقه إيه إذا ما دقته ما يصير شذي في لمعة إيه؟ ما في لمعة تسقله تسقله إيه؟ كله سقلته يصير شذي إيه؟ وبعد شنو ما شرحت عنه هذا شنو هذه هاي ثوب نشل هذا النشل اي هاي نشل خلنا نشرح عليه اشرح عليه والله هذه نشل احنا نسمع بالاثواب بس ما نعرف هذه شوف نشل الله والله مو سهل ثقيل ثقيل هاي خرجته غير شوف هاي خرجته اي هذا من ورا وقدام اي ورا وقدام في خلنا نوقفه خلنا نشوفه كذي هذا كذي ها إيه. من هني إيه. لا بعد غير هني بالصدر هذه إيه. يسمونها هذولا هذه فرخ صغير بس نسميها إيه منثور 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 اللي موزع على إيه. منثور كنا إيه. ناثرين الورد على إيه. إيه نعم إيه عشوائي والله جميل حيل ما شاء الله هذا من ياخذه معاريس ولا اي معاريس لا العروسه ايه. تلبسه حق اليلوه والحنه اي اي الحنه لها ثوب ايه. اخضر اخضر اي احنا نشوف اخضر وايد عندكم لا الاخضر الاخضر حق الحنه بس لان حق الحنه يحطونها فوق الراس اخضر ايه دراع خضراء والثوب اخضر ايه وشنو بعد الوان ثانيه حق مناسبات ثانيه بس البقايا كأي أي لون أي لون أي لون يجيبوا لك ثوب عتيج صرحة إيه شو يصير فيه مثل ما قلت يعني العثة ولا شيء أرضه لا عاد ذي هو يسوى إيه؟ أصلحه ما يسوى أقول لهم قطوا بعد إيه تصليح أكثر من قيمته إيه بس إن هذا يسوى تصلح إذا يعني مثل هذه أقدر أصيغ له مرة ثانية إيه؟ يرد مثل الأول ما يتغير Thank you.
تشوف عقب 30 سنة 20 سنة إيه؟ تشوف يحطونه في الكبات ما يحطونه مو متحمل فيه اللون يتغير. أنا عند أصق لا يصير إذا زري من الزين. بس ما يتواكل الزري؟ لا 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 الزري ما يتواكل ما يتغير. يعني حين هذا كله اللي حطيته أنت لو وزنه أنا وأشيل منه الزري إيه؟ الفضة كم يتم إيش كثر فيه وزنه؟ وزنه يصير مثل هذه إيه؟ يأخذ له تقريبا كيلو ونص. كيلو ونص إيه؟ الله كيلو نص ياخذ له. ومع الزري كم وزنه؟ لا الزري يطلع بالتوله كم توله يصير. كم توله؟ بالتوله ما يوصل كيلو بعد. لا بلا هذا يطلع بالكول يعني إيه؟ مثل هذه تقريبا كيلو ونص. اي اي شنو الخراب اللي يصير فيه؟ لا هذا ما يصير خراب اذا حطه بصندوق او شيء. لا هذه الخلق ما يتغير، الزري إيه؟ يتغير اذا ما حطوه إيه؟ ما تحملوا فيه يتغير الزري، بس يجيبون الصقل لهم يرد مرة. والمفروض وين يحطه وشون يحطه؟ يحطه في خرج بيضاء إيه؟ ويل ما يحطه في كيس نايلون إيه؟ يعني صفطه إيه صفطه بعدين يحطه يحطه في كيس مثل تصفيطه البشت إيه إيه, إيه؟ بعدين يحطه بخرج بيضاء في خرج بيضاء ويخلونه بس ما يتم. والخرج البيضاء هاي تحافظ عليه إيه يكون ويل يعني إيه ويل إيه؟ البيضة بعد أحسن من الملون عشان لا يصير إيه؟ أكو أزرق وأكو إيه؟ حمر إيه؟ ها؟ إيه؟ هم لهم مناسبات؟ إيه هاي كلها شوفها الحمر والألوان البيضاية حق المناسبات إيه؟ حق يروحون عرس حق يروحون يسلمون على شيوخ إيه؟ نسوان يروحون حفلة يلبسون نسوان يعني إذا تجار وهذه يلبسون ما يروحون إلا الحين مناسبات من ضمن المناسبات رمضان إيه؟ رمضان إيه؟ يحاولون يخيطون كذي ايه في اول رمضان اول رمضان أو حق التسيير إيه إيه ها إيه يبارتون برمضان ايه اي نعم إيه والاعياد يلبسون بعد اي نعم اول مره العوده إيه تكشخ كذي إيه اوف حتى هن شباب البنات ما شاء الله إيه يجونك حق العيد ايه خاص حق العيد ايه حق العيد يسوون بنات صغار يسوون ايه. وبعد شنو من انواع الاثواب هذه ما تكلمنا عنها؟ بس هذه اللي معروفين اللي تكلم عن النشر والمفرخ والمنبط ايه؟ بعد شنو؟ المنثور ايه المنثور هذاك عاد ايه؟ صغيرات صغيرات ايه مثل اللي ما وريتنا مشاعر شوفي هذا شوف هذاك اللي فوق ايه ايش قصة هذا اللي فوق تقول عود مال الأميرة بالسعودية؟ ايه هذه السعوديين الأول يسوون هالشيء ذي شلون؟ السعوديين الأمراء كله يسوون هالثياب الكبار ايه بس انت تقول هذا عود عن ست اثواب ايه 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 كلهم كانوا وايد يسوون يعني ماخذينه شكل يعلقونه على الطوفه اي عقب ما هذا اللي اخذته الاميره اي اميره عندها قصر جديد ايه لبسته عقب بعد رحت انا اشوفهم خليته في برواز كبرى ايه ذهب افتكر ما ادري من شو ايه لكن معلق من هنا لهنا كبير مغطى بجام اي جام برواز انت مسويه؟ ايه هذا كم خذ منك وقت؟ هاي خذ 6 أشهر ما شاء الله اثنين اشتغلنا فيه واحد أنا واحد ايه؟ عندي هو يسوي شموم وأنا أسوي هذه ايه؟ هذا 6 أشهر ايه ذاك الوقت ذاك الوقت ب 600 طلع شنو 600؟ دينار لا والله 6000 دينار 6000 ايه؟ ايه وهم بعد مو قيمته لا ذاك الوقت رخيص الزري ذاك الوقت الزري ايه؟ أخذ 80 دينار البندلة الحين 200 يعني الحين هذا لو تسوي يمكن 10000 ايه هاي عاد وايد بس حلو ها ايه ايه وايد حلو سوى مثله بس على صغار على بحريني ايه على حق نفر قالوا نبي نفس النكشه ذي ايه سويتها سويتها ايه يعني هذه الاثواب بزريها اكو ثوب بدون زري طبعا ايه يسوون بدون زري ايه ما يصير يعني ثوب عادي حيل ايه هس زري يبيعونه في السوق يركبون عليه بعد نشر ثوب ساعات نشوفها في المعارس يطبر مال اول في الكويت لابسين كله سيدي مركب عليه الحين قاموا يركبون على حتى الدراريع ها؟ ايه دراريع يركبون على زري؟ ايه لكن انا اسوي دراريع زري اسوي لهم شني ايه شتف هني ايه هذا بعد نسوي ويا الدراع يتطوروا إيه؟ اول ماكو لا اول ما يقول دراع حتى نفنوف نفنوف إيه؟ إيه؟
النفنوف غير والدراعة غير. لا الدراعة هذه معروفة الكتف من هنا لهنا، وهنا عريض صح، وجيب عريض في الذيل، وبعضهم ينبطونه وبعضهم لا عشان يلبسونه تحت الطب. ايه عشان ما يغززهم. ايه طبعا هاي اللبس صيف شتاء. ايه على طول. ايه دام في مناسبة تلبسه. مناسبات يلبسونه بعد ما يلبسونه دائما. ايه والله حلوين. وانت سموك زري عبد القادر زري. ايه بس بال زري رسمي مو مكتوب زري. لا ها بس انعرفت بزري. ايه لان الحين يعرفون اي وقت يبون تروحون تروحون. إيه. وين رايح؟ عند عبد القادر زري. وين جاي؟ احنا اول ما سالنا عنك قبل فتره انا مريتك علمونا بالمكان، قالوا هذا مكان المكان الفلاني، ومكانك ما يضيع بعد. والله يضيع بعد من صارت البنايات. اول ما إيه. اول ما كنت انت تقول هالمنطقه اول نخيل. نخيل ايه ما شاء الله. شوف شكله هذا تحطه بس على الطاوله ايش حلوه. ايه كانه ذهب. اي لا ذهب ما يخترب، اقول لك اللي يتم مد ما بس هذه ما تركب على شيء، تقدر تشيلها تركب على مكان ثاني. لا خلاص على هذا. اي ما يصير يطلع ما تطلع عدله. لا ما شاء الله المسافات بين واحدة والثانية إيه يعني مرتب منسق جايس. هاي عاد كله أنا ترتيبي أنا ولا إيه لازم أنت أقول أنت المعلم الحين تعطيهم ما لازم بروحي يعني تشوف إنه من الصبح للساعة 10 في الليل هني إذا عندهم شغل إيه؟ ما يقدرون يشتغلون إلا كل شيء لازم الخبرة موجودة يعني لازم بس يوقف مكنته ما يقدر يشتغل إلا أنا هي. حتى الرسومات هذه أرسمهم قبل إيه واسويها بروحي بالماكينه بعدين اسويها تعطيه اياه هو يكملها. ايه بس ما تعلم احد من عيالكم ولا شيء ولا انت اخر واحد من تعلم؟ ايه انا واحد من عائلتنا ما مش الا انا ما في. إيه. اكو قبلك يعني بسنك تعلموا؟ لا ما في. إيه. سني لا لانني خلاني اتعلم هذه ما رحت مدرسه. ايه قعدت في محل اللي في الشغلون هذه وبعدين يعني عصر يصير اروح امر عليهم اللي البقايا اللي يشتغلون هالشغله. إيه؟ بعد ابوق منهم شويه شيره مني اي ما شاء الله اللي يبي يتعلم. إيه؟ يعني يحفظ ويبدع. إيه؟ لا وهذا احبها متى ما احب الشغله ابدع فيها. وهس واحد بعد من اهلنا لكن حسود من شافني دشيت عنده بند الماكينه ولحف. الله ما شاء الله. ايه وايد كذي ترى فيه. ايه ما بس المفروض واحد انا صغير على ذاك الوقت عاد مو هالقد هالقد. ايه لا شافك ما شاء الله عليك يعني ذكي تلقط الشغله. لا انا ايه انا إيه. بس من اشوفها مره واحده بس خلاص. ايه الله يعطيك العافيه جزاك الله خير ما قصرت اعطيتنا من وقتك. الله يسلمك. الله يبارك فيك ويبارك بشغلك ان شاء الله وبعيالك ان شاء الله. وياكم اعزائي المشاهدين الى هنا قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. نشكر العم عبد القادر احمد محمد زري ابو احمد على ما قدم لنا وان شاء الله نلتقي وياكم حلقات اخرى من برنامجكم الدهريز وحياكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.